بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن شروط الصلاة وذكر ستر العورة. قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته، وثياب حرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، من جملة الثياب التي يحرم لبسها في الصلاة وغيرها الثياب المنسوجة بذهب، المنسوجة بخيوط من ذهب، وكذلك الثياب المموهة بالذهب، أي المطلية بلون الذهب، لما في ذلك من الشرف والخيلاء، قبل استحالته. يعني فإن استحال الذهب وذهب لونه فإنه حينئذ يزول التحريم، لأن التحريم منوط ببقاء الذهب في الثوب أو بقاء لونه. فإذا استحال لونه ولم يبقى منه شيء فإن الأصل في الثياب الحل. نعم. وثياب حرير. كذلك يحرم على ذكور هذه الأمة لبس ثياب الحرير في الصلاة وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها. فيحرم على الذكور لبس ثياب الحرير في الصلاة وفي غيرها، لهذا الحديث وغيره. نعم. المقصود الحرير الطبيعي يأتي هذا. نعم. المقصود الحرير الطبيعي ما يسمى بالحرير، أما الصناعي هذا لا يسمى حريرا. نعم. أحسن الله إليكم. وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ يعني يحرم الحرير الخالص، المنسوج من الحرير الخالص سداه ولحمته، ويحرم كذلك المخلوط، الثوب المنسوج من حرير وغيره، إذا كان الظهور للحرير ويكون المخلوط معه مختفيا والظهور للحرير، فإنه حينئذ يحرم على الذكر. أما العكس، إذا كان الظهور لغير الحرير ويكون الحرير مغمورا فإنه لا تحريم حينئذ. نعم. لا إذا استويا الحرير والمخلوط معه، لكن بشرط أن لا يكون الظهور للحرير. نعم. أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوة. هذا فيه بيان الحالات التي يجوز فيها لبس ثياب الحرير. الحالة الأولى حالة الضرورة، إذا لم يجد ثوبا غير ثوب الحرير فإنه يصلي فيه ويلبسه
في غير الصلاة ليستر به عورته، لأنه لا حرام مع ضرورة. قد قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه حالة الضرورة. أو حكة، حالة الثانية مما يباح فيه لبس الحرير إذا كان في جلده حكة، وهي ما يسمى بمرض الحساسية، فإنه يباح له لبس الحرير لأجل إزالة هذه الحكة، لأن لبسه حينئذ يكون من باب العلاج لا من باب الزينة. الحالة الثالثة لبسه للمرض، إذا كان في لبسه علاج للمرض أو تخفيف من وطأة المرض فيجوز للذكر أن يلبسه. الحالة الرابعة في حالة الحرب، يجوز للذكر لبس الحرير في حالة الحرب، لأنه يقي من السلاح، ولما فيه من إظهار القوة في المسلمين وإغاظة الأعداء. الحالة السادسة إذا كان الحرير حشوا، يعني في داخل الثوب ولا يظهر، وإنما الثوب محشو بهذا الحرير، كأن يكون عليه جبة أو فروة محشوة بالحرير من أجل الدفء من الداخل، فهذا الحشو لا يؤثر لأنه غير ظاهر. نعم، الحمد لله. أو كان علما أربع أصابع فما دون، كذلك يباح من الحرير للذكر العلم في الثوب، وهو الطراز الذي يكون في الثوب كطراز الأكمام وطراز الجيب من الحرير وطراز البشت، وكل هذا يحل بشرط أن يكون هذا الطراز في حدود أربع أصابع فأقل، يعني يكون عرضه أربع أصابع فأقل، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء، أو كان الحرير رقعة في الثوب، يعني ثوبه مخروق فرقعه بقطعة من حرير، فلا بأس بذلك لأجل الحاجة، لأن الرقعة يحتاج إليها لسد الفتحة التي تكون في الثوب. نعم. ويكره المعصف. أو لبنة جيب، لبنة الجيب هي طراز الجيب المستدير على العنق، فيجوز أن يطرز الجيب بالحرير كما سبق، لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فأقل. نعم. وسجف فراء، سجف الفراء مراد به طراز الفراء، كما يطرز الثوب في جيبه وفي أكمامه وفي فروجه، فكذلك الفروة يجوز أن تطرز فتحاتها وجيبها وأكمامها بالحرير في حدود أربع أصابع فأقل. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، يكره للرجال في الصلاة وفي غيرها لبس المعصفر، لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، وهو مادة معروفة، وكذلك المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران، يكره هذا لبسه للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على بعض أصحابه استنكره عليه،
نعم، في غير إحرام. أما في حالة الإحرام فيحرم لبس المعصفر والمزعفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذا في الإحرام حرام. وأما في غير الإحرام فيكره كراهة تنزيه. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها اجتناب النجاسة. انتهى من شرط ستر العورة والتفاصيل في الثياب، انتقل إلى شرط آخر من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسات. اجتناب النجاسات في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها، قوله تعالى: وثيابك فطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم أخبرهم أنه إنما خلع نعليه لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى، يعني نجاسة، فدل على أن الطهارة واجبة في الملبوس في الصلاة من الخفاف والنعال والثياب وغيرها، فلا يصلي إلا في ملبوس طاهر من النجاسة. وكذلك في البقعة، يشترط أن تكون البقعة التي تصلي فيها بقعة طاهرة، والدليل على ذلك، الدليل أيضا على وجوب الطهارة في الثياب، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيبها دم الحيض، يصيب ثوبها دم الحيض هل تصلي فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فدل على أن الثياب يشترط أن تكون طاهرة، فإن أصابتها نجاسة وجبت إزالتها. وأما البقعة فيشترط أيضا أن تكون طاهرة، والدليل على ذلك أن أعرابيا بال في طائفة المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم الصحابة بهذا الأعرابي أن يؤدبوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، تركه على حاله حتى فرغ من بوله، فلما فرغ استدعاه وقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. ثم أمر بذنوب من ماء، يعني دلو مليان من الماء، فأريق على بول الأعرابي، فدل على أنه مطلوب تطهير البقعة التي يصلي فيها المسلم، وأنه يجب عليه اجتناب النجاسة في هذه الأمور كلها، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته. نعم. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم، من كان في ثيابه نجاسة، من كان في ثيابه نجاسة وهو يعلمها وصلى وهو يعلمها ويقدر على إزالتها، فإن صلاته غير صحيحة لفقدان الشرط. هذا إذا كانت النجاسة في ثوبه قبل الصلاة وهو يعلمها ويقدر على إزالتها، أو دخل في الصلاة بثياب طاهرة ولكن لاقى نجاسة، يعني سقطت عليه نجاسة أو هو وقع على نجاسة فأصابت ثوبه أو بدنه، فإنه يلزمه إزالتها. فإن كان يقدر على إزالتها وهو في الصلاة أزالها وبنى على ما مضى من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه
واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يقدر على إزالتها في الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. عرفنا أنه لا يجوز الصلاة في الأرض النجسة مع القدرة، وأن طهارة البقعة من شروط الصلاة. لو جاء على أرض نجسة ثم وضع عليها شيئا طاهرا كالفراش أو الطين أو الرمل وصارت النجاسة تحت هذا الحائل فإنه تصح صلاته لأنه صلى على شيء طاهر، لكن تكره صلاته في هذه الحالة لأنه يعتمد على النجاسة، لأنه يعتمد على النجاسة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، كراهة التنزيه. وإلا فالصلاة صحيحة لأن ما يباشر صلاته طاهر، وإنما النجس تحته. نعم. هذا مثل أسطح البيارات أكرمكم الله. نعم، مثل البيارات سيأتي فيها كلام. نعم. حسن. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. إذا كان يصلي على مصلى كبير وفي طرف هذا المصلى نجاسة ولكن الموضع الذي يصلي فيه من هذا الفراش طاهر صحت صلاته، لأنه صلى في موضع طاهر ولا يضره كون بقية هذا الفراش فيها نجاسة إذا كان بعيدا عنها. أما إذا كانت هذه النجاسة متصلة به بحيث تتحرك بتحركه راكعا وساجدا وقائما فإنها لا تصح صلاته، لأنه حينئذ يكون مصطحبا للنجاسة. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. نعم. إذا صلى الإنسان وانتهى من الصلاة ورأى في ثوبه أو بدنه نجاسة فإن كان لم يعلم بها قبل الصلاة فإنه لا إعادة عليه حينئذ. الحمد لله. لأنه لم يتعين أن هذه النجاسة كانت في الصلاة، بل يحتمل أنها حدثت بعد الصلاة، واليقين لا يزول بالشك. أما إذا كان يعلم أنها في الصلاة، أنه صلى فيها، يعلم أنه صلى بهذه النجاسة لكنه نسي أن يغسلها أو جهل أنها فيه لكن تبين له أنه صلى فيها، فهذا على قولين في المذهب وعند العلماء. القول الأول أنه يعيد الصلاة لأن إزالة النجاسة لا تسقط بالجهل ولا تسقط بالنسيان، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا لم يسقط عنه الوضوء، فهذه مثلها. والقول الثاني أنه تصح صلاته إذا صلى في ثوب نجس وهو يجهل أنه نجس أو يعلم ولكن نسي النجاسة، صحيح أن صلاته صحيحة لأنه يعذر بالجهل والنسيان في هذه الحالة. نعم. وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. هذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. نعم. إن إنسان كسير الرجل أو اليد أو في أي موضع من عظامه ثم جبر بعظم النجس كأنه ما يعنى به الآن زراعة
الأعضاء. الأعضاء، ولكن هذا العضو نجس أو هذا العظم نجس، يعني من حيوان نجس. نجس، فهذا إن أمكن إزالة هذا العضو أو العظم النجس، إن أمكن إزالته بلا ضرر فإنه يجب عليه إزالته ولا يجوز له الصلاة أن يصلي فيه، وإن كان لا يقدر على إزالته إلا بضرر فإنه يصلي فيه. الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ويعفى عن هذا العظم النجس لأنه يعجز عن إزالته أو تضره إزالته. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط من ابن آدم من عضو كاليد والرجل أو سن فإنه طاهر، لأن الآدمي طاهر، لأن بدن الآدمي طاهر في الحياة وفي الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فما سقط منه فهو طاهر، بخلاف الحيوانات الأخرى فإنه سبق أن ما أبين من البهيمة وهي حية فإنه يكون نجسا، ما أبين من الحيوان وهو حي من أعضائه، ما قطع منه من أعضائه وهو حي يكون نجسا، أما الآدمي فلا، بخلاف ذلك، لأن بدن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك. نعم. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. هذا بيان للمواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن: المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق وأعطاني الإبل وفوق ظهري بيت الله الحرام. ولكن هذا الحديث في سنده نظر، ولكن صحت الأحاديث في منع الصلاة في 3 مواضع وهي المقبرة والحمام وأعطاني الإبل. المقبرة والحمام وأعطاني الإبل، والمقبرة معروفة، نعم، هي موضع دفن الأموات، نهي عن الصلاة فيها سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلى عند القبور وإن كان يقصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد هو اتخاذها مصليات صلى عندها، فلا يصلى عند القبور لا فريضة ولا نافلة، سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد، فإن صلى فصلاته غير صحيحة، ومن ثم تحرم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فمن صلى في مسجد مبني على قبر صلاته غير صحيحة لأنه صلى صلاة منهيا عنها، والنهي يقتضي الفساد، إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، صلى على القبر لما لم يصلي عليه قبل الدفن، جاء وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام، فصلاة الجنازة تجوز في المقبرة للحاجة إلى ذلك. هذه المقبرة.
والحمام المراد به ما يتحمم به ويغتسل فيه ويتخذ للعلاج والتنظيف، الحمامات المعروفة في الأمصار التي تبنى ويجعل فيها الماء الحار والبخار فيدخل فيها الإنسان ويزيل ما عليه من ملابس ما عدا ستر العورة ويبقى فيها مدة محددة حتى يعرق ويخرج ما فيه من في بدنه من مخلفات، يكون في هذا نوع من العلاج. هذا هو الحمام، تحرم الصلاة فيه في داخله. لماذا؟ لأنه موطن لكشف العورات في الغالب، موطن لكشف العورات في الغالب، لا تصح الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك الصلاة في أعطان الإبل صح النهي عن ذلك، وأعطان الإبل المراد بها الأمكنة التي تعطن فيها الإبل، تبيت فيها وتأوي إليها، هذه هي معاطن الإبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في الحديث الصحيح، من صلى فيها فإنه لا تصح صلاته. هذه المواطن الثلاثة التي صح النهي عن الصلاة فيها، وأما بقية المواطن فجاءت في الحديث الذي أشرنا إليه، المزبلة وهي موضع الزبالة، مجمع الزبالة والقاذورات، والمجزرة وهي محل ذبح الحيوانات المأكولة، لأنها تتلوث بالدماء، تتلوث بالدماء عند الذبح، والدم المسفوح نجس وحرام. هذه المجزرة. والحش المراد به موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة من بول وغائط، هذا لا تجوز الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، ولأنه لا يسلم من حصول النجاسة فيه. قارعة الطريق المراد بها الجادة المسلوكة التي قرعتها الأقدام، أي وسمتها بالمشي، لأن قارعة الطريق ممر للناس وللحيوانات وللسيارات فإذا صلى فيها إما أنه عرض نفسه للخطر، وأيضا ممر للسباع والثعابين فيعرض نفسه للخطر والسيارات والهوام، أو أنه يضايق الناس في طريقهم ويشق عليهم. هذا هو وجه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، إلا أنهم استثنوا إذا ضاق المسجد يوم الجمعة، إذا ضاق المسجد يوم الجمعة فلهم أن يصلوا في الشوارع والممرات، بشرط أن تكون الصفوف متصلة، وأن يرى من كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو من خلفه حتى يقتدي به. وفي بيت الله عز وجل الكعبة، الفريضة لا تصح داخل الكعبة المشرفة، لأن الله أمرنا بالصلاة إليها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إلا النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح، دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، فدل على جواز النافلة في الكعبة في داخل الكعبة المشرفة. والحجر
من الكعبة ويسمى بالحطيم لأنه من الكعبة وله حكم الكعبة، إلا أن قريشا لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها وكانوا لا يبنونها إلا من مال طيب ومن كسب حلال، فلما أرادوا بناءها أقصرت فيهم النفقة فلم يستطيعوا بناءها على قواعد إبراهيم، لم يستطيعوا بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقصروا عن الحجر واحتطموا الحجر منها. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا ما سمح به وقت اللقاء. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.